وبما ان تلك الخصال وتلك المناقب التي رصدتها الكثير او متعدده، وبما انني حاولت ان اكون جامعا مانعا في رصد هذه الخصال، اعددت ادوارها لاجل الادعاء بها في هذه الدوره. حديث اليوم عن الفقيه حسن الطيب رحمه الله سوف لم يتطرق الى مؤلفاته وانتاجه الفكري، فقد سبق وفقت بغير كثير من العمق والتعمق في بعض مدارك كتبه، ولمن يريد ذلك فقد نشر هذه الورقه وهذه المقاله في جريده عنه في بدايه الاسبوع، وقبلها في جريده الاخبار المحليه العشيوس. بل سأكتفي بالحديث عن خصال الرجل وسلوكه وتواضعه انطلاقا من معرفتي به والاحتكاك بشخصه في العشر سنوات الاخيره من حياته. انا لا طبيب جراح، بدات حياتي كطبيب ولكن كانت تستهويني علوم انسانيه خصوصا في شقيها المتعلقه بماده الفلسفه، وكان الحلم بقي راسخا في ذهني إلى أن حققته في نصف التسعينيات من القرن الماضي، حيث تسجلت في كلية آداب العلوم الإنسانية والرباط، ومررت بجميع أسلاك من ليسونس ودبلوم دراسة دولية معمقة حتى الدكتوراه، حيث ناقشت طروحاتي في 2012. الموضوع ديال الطروحة كان هو كما قال السي ياسر المضاع والتجريب في الاندلسي بين الروح والنزور، وكان تحت اشراف الاستاذ المرحوم سامي الروح. وانا بدات معرفه في الساحه سنه 2013، وهذه المناسبه هي انني قدمت له الطروحه لقراءتها وابداء رايي فيها، وفعلا قد عبر عن اعجابه بها وتقديره لمضمونها، كما اثر كذلك المزاوجة بين الطب وبين النظرية الفلسفية التي كنت بصدد اقتحامها. وبما أنني كنت حينها جاهلا بقضايا النشر بدور النشر وبهذا العالم الملتبس غير واضح وعليم، فهو الذي أشار إليه بدل إيسيسكو. إيسيسكو هي المنظمة الجميلة المنظمة الإسلامية للثقافة والتطوير العلوم. وما تم الفعل ذهبت الى مقر الموجود في الرباط وعرضت الموضوع على المصلحه المكلفه بالثقافه، فقبلت مشروع بنشر اعمال الذي ظهر لي موجود في 2015، ثم تقدمت به في 2016 حيث نال جائزه الغيب للكتاب. هذا سقط هذا الكلام لافسر كيفية معرفة نفسي حسن، لأنه كان يحب حقا يحب المعرفة ويحب الكتاب ويحب الكتب. بدا معرفتي الأول على المناسبة في مناسبة تقدير بالقرن الفرحة، تعددت لقاءتنا لتثمر علاقة وتزيد وعميقة بيننا، تجاوزت مع الوقت الموضوعات العلمية والقضايا الفكرية لتشمل الهبوط الأبعاد العائلية والاجتماعية. وبما ان علاقتي به لما حكينا على التقارب، فقد كان الرجل حريصا على تناول وجبه الفطور كل صباح يبقى حاضر يصير على العشاء، درت عليه شيدي وتتعب في جبهه الوسام. ثم بعد ذلك ولكن عنده واحد السلوك حقيقه كان عنده منتظم، كان منتظر كيديرو بعد الانتهاء من تناول وجبه الفطور يروح الى البقاله، البقاله لا اعرفه، كان يروح عنده تقريبا يوميا لاقتلاع بعض المستلزمات اليوميه الضروريه من ماء معدني او مواد النظافه المنزليه، الى غير ذلك قبل الذهاب الى السوق المركزي للبلاصه لشراء ما يتطلبه مطبخ الحاجه امينه زوجته، هذا طلبه بعمرها
التي كان يقدرها ويحترمها، وكان يشتري ما يستلزمه مطبخات الخضار والفواكه والاسماك واللحوم. ملاحظة قصدتها اثناء هذا السلوك هو انه الرجل كيف شحيحا، ما كانش كيتزايد مع الخضار ولا الازاز ولا شحال متاعها، حيث كان يمثل المشاهير دون تساؤل او تفاوض حول التمر، كما كان يبتاع في كثير من الاحيان بعض الحلويات والشوكولاتة والشوكولاتة الغازية، وأنا كنت أطعم السوق لما بدأني، فكان يقول لي أنه هناك أحادي بالمنزل، وهذا يدل على رهبته وعاطفته وحبه لأولادي وأحبابي. وكنت أضحك به عندما تسمح لي الظروف بذلك، بذات البقاع الذي أضحى بشكل مع الظروف، فضاع التقاني بامتياز، حيث كانت تناقش قضايا فكرية وعلمية بعينها أو مواضيع الساعة السياسية منها أو الاجتماعية أو القانونية لتوجد انتباه الموضوع وتشكل عناوين رئيسية للجرائد اليومية التي كانت توفرها المقال الزوارية. وقد تعددت اللقاءات حسنون شتاء، وتعددت اللقاءات واتخذت به فينا الأخرى شكل شبه موائد مستديرة لعصر الفقير، وبحضور دائم تقريبا الاستاذ سعد الرزاق في الدائم كيف تحقيق وصديقه العميد زكي، كما كان يضم الى بعض الاساتذه والاعيان والمثقفين، وقد كانت النقاشات مثلا المواضيع التي تثيرها تدور بجو من الهدوء والاحترام المتبادل دون سخط او ضرباء او مشاحنه او مناسبه، فمزاجه الهادئ غير متعصب والمؤمن في الافكار والاشياء الى جانب شخصيته المتزنه والعصيمه يفسران لوحدهما ما كان يحضر به الرجل من تقدير وتبجيل داخل وسط الشعبي والتقدير على اي شيء. هذا فضلا عن كون حضرته واستاذيته كانت حاضرتين باستمرار ولا غبار عليهما، والتي كان يستلمهما من اصله الفكري وتاريخه العلمي الزاخر بعدة مؤلفات همت مجال الشعر واللغة والآداب والنقد والمسرح والترجمة والكتابة الصحفية الأستاذ عبد الكريم معاه. إذا قلت إلى تقديره الكثير من الأطباء الجنائيين، بل إن أعماله المشهورة كانت موضوعاً لعدة أطباء جنائية، كما أن استضافته بالكثير من اللقاءات الصحفية